نفترض نرحب بيك معانا في تركيش تي في. كلمنا النهارده بقى عن حضورك في فيلم دولارات دولارات. جاي للتهنئه فقط لا غير، وان انا اتفرج على حاجه جديده ويا رب الاقي سينما جديده حلوه. جعفر العمده يا استاذ طارق، مفيش جزء تاني؟ مفيش، لا الجزء التاني لسه في علم الغيب. طب ايه الجديد بقى الفتره الجايه؟ بعمل نعمل افوكاتو مع الاستاذه مي عمر والاستاذ احمد زاهر والاستاذ كمال ابو ريا واخراج الاستاذ محمد سيف. موقف انساني جميل جدا مع الفنانه الراحله كريمان، الكل اتكلم عن حاله حض، يعني ما كانش فيه ولا فنان حضر وقتها. حضرتك حرصت انك تكون متواجد في الجنازه او في العزاء، ففي قرابه او ايه العلاقه اللي كانت؟ ما كانش في اي علاقه، انما ده واجب عليا تجاه زميله واستاذه وزمن جميل لازم كنت اعمل ده، ده واجب عليا. النهر احنا بنشوفك دايما حريص انك تكون متواجد في حاجات زي كده، سواء جنازات او عزاء. ممكن نشوفك مثلا الفتره الجايه بتنافس على منصب النقيب المهني التمثيليه؟ عمري ما هفكر اعمل العمله السوداء دي ابدا. لا 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 لا، انا راجل ممثل وليا في التمثيل، بس انا بحب مهنتي كممثل او كمخرج، لكن ان انا اشتغل عمل اداري. كان من فتره حضرتك تعرضت لازمه صحيه، رجعوا بقى يدولوا الاخبار دي تاني، فانا عارفه ان حضرتك بخير، بس انا عايزك تقول للجمهور يا جماعه انا بخير. يعني يا جماعه لا، انا الحمد لله وبخير، والحمد لله ربنا عداني من الازمه ونجاني، وبشكر كل اللي سال عليا، واتمنى لكم الخير يا رب كلكم.